اليوم فيه يوم واحد استفدت 334 عائلة من الغاز الطبيعي والكهرباء الفلاحية. كذلك لنا فرصة باش عايننا إنجاز وتزويد بعض السكنات المعزولة بالطاقة الشمسية. بالنسبة للمناطق الظل وهي أولويات الأولويات، في سنة 2020 تم إنجاز 83 عملية و 19 عملية في طور الإنجاز. كذلك بالنسبة للبرنامج المستمر بالنسبة للتكفل بانشغالات المواطنين على مستوى مناطق الظل، كان تسجيل 157 عملية اللي سوف تنتهي إن شاء الله في السداسي الأول.